أقف أمام المغسلة وأمسك بمعجون أسنان، ثم أفتح الغطاء بالسبابة والإبهام. أضع الغطاء بجانب حنفية الماء، ثم أمسك فرشاة الأسنان بيدي وأضع المعجون على الفرشاة، ثم أضع معجون الأسنان بجانب حنفية الماء. بعد ذلك أفتح حنفية الماء قليلاً. أبدأ بتفريش أسناني بالفرشاة بشكل دائري. بعد أن أنتهي من تنظيف أسناني أنظف فرشاتي بالماء، ثم أنظف فمي بالماء وأجفف يداي وفمي. ويجب علي إغلاق معجون الأسنان. بعد الانتهاء أرجع فرشاتي ومعجوني إلى أماكنها المخصصة. 1. ضع كمية بسيطة من المعجون بحجم حبة البازلاء على الفرشاة، وابدأ بتفريش أسنانك برفق وبحركة دائرية ابتداء من الأسنان الأمامية وحتى الأضراس الخلفية. 2. احرص على الوصول لجميع أسطح الأسنان الداخلية والخارجية. 3. استخدم الفرشاة برفق لكي تنظف. 1. ضع كمية بسيطة من المعجون بحجم حبة البازلاء على الفرشاة، وابدأ بتفريش أسنانك برفق وبحركة دائرية ابتداء من الأسنان الأمامية وحتى الأضراس الخلفية. 2. احرص على الوصول لجميع أسطح الأسنان الداخلية والخارجية. 3. استخدم الفرشاة برفق لكي تنظف لسانك.